نخاف من الناس حتى يكلموني ما نحبش نمشي نخدم. في دولة القانون الحقوق متاع المواطنين متاعها مضمونة، الحق في العيش، في الصحة، في العمل، في كل الظروف. إلا أن في جائحة كورونا نلقوا ارتفاع في نسبة البطالة حسب المعهد الوطني للإحصاء إلى 18% في أوت 2020. باش نسمعوا حكاية امرأة في الستينيات ما حبتش تقول على اسمها، خدمت برشا حاجات وفي الكورونا استغنت جزئيا على حقها في العمل في سبيل تحمي راحة من المرض، وحاولت تتبدل من ظروف خدمة أخرى باش تعيش بها. بالنسبة لقبل ما خدمتش في دارنا خطر متكفية، والوالد يرحمه مهني علينا وإخوتي كل قبل في العمر متاعيني وقت فيني شبابي عندنا عار في قابس قابسية بشوشة تخدم في الديار، ذاك علاش لا اتصلت بيرو الشغل ولا سألت عليه الحاجات هذه. لكن بعد ذلك كيف خرجت وليت مع عائلتي نخدم في العراس في الصيف، في الشتاء نضلي عندي مداسة عندي متاع فلوس نصرف منها، كان استزيت نخدم شوية خبز نبيع حتى يجي سيدي رمضان كمل. الخدمة في الديار مسؤولية كبيرة برشا، ساعات تطيح بناس طيبة وناس سمحة يعملوك بنت الدار، وساعات تخدمي عند ناس يحسسوك اللي انت خديمه ما كنتيك يحطوها لك في الكوجينه وحدك، كسرت حاجه وتكون ذات قيمه ماديه ومنهم فيهم يكسرها يقول لك لا كسرتها المعينه. قبل ما تبدا الكورونا كنت نخدم كل شيء، في الكورونا الثانيه انا ما حبيتش نخرج نمشي نخدم، نخاف على عائلتي اللي عندي في المعيشه معايا في الدار، نخاف على روحي خاطر انا كبيره في العمر، نخاف من الناس حتى يكلموني ما نحبش نمشي نخدم خاطر ممكن ينهز لهم اني مرض يجيبني من عندهم مرض، وفما ناس يستحقوا على المدريه لغلبيه الحال وكلوا ناس كبار يخافوا على ارواحهم يدخل لهم حد دخيل يدخل لهم المرض، عندهم حق يخافوا. يعني عايشه بستر ربي الحمد لله، فما من عائلتي من فاميلتي شكون قاعد يعاونوا فيا. السنه في الجايحه متاع كورونا نخدم في داري نطيب، يكلموني الناس نطيب لهم نحضر لهم، نعمل بسيسه نعمل العوله متاع الفلفل متاعنا متاع قابس، خدمت في داري ويجوا بكرههم يهزوا صحه بالشفاء. يعني نخدم على روحي وهم، لا نتحملهم مسؤوليه ولا نتحمل اني مسؤوليه منهم، من الخوف من المرض هذايا خاطر ما يرحمش لا باش يرحمني ولا باش يرحم غيري. فما ناس صعفها الحظ وخذت الإعانة وسمعت بها وقيدت ما صعفنيش فيها الحظ، ممكن اللي سعفوا بها واخذوا ممكن يكون حالهم أكثر من حالي، والحد وحظه. أنا مسخر لي ربي ناس أخرى تعاوني تعطيني والحمد لله وعايشة ولا باس ومسطورة. زعم توزيع الإعانات يصير على حسب معايير وفي جانب من الحظ كما قالت هي، ولا دولة تمني في فئة معينة من شعبها وقتيا وتطمن فيهم معنويا أكثر من ماديا. خدمة مقارنة عمل لصفاء جبران في إطار تحدي جريدة حقوقنا وحرياتنا في زمن الكورونا.